تقرير عشوائي من الشارع كده، ماشيين في الشارع نسأل الناس، كل ما تسأل حد يقول لك بحبه. فعلا جمهور الأهلي كله بيحب تريزيجيه. حب الناس ده نعمة من عند ربنا، خلي بالك. يعني الواحد أكتر حاجة في حياته دايما بيستفيد منها هي حب الناس بصراحة. طبعا حب الناس ده بيبقى من عند ربنا كده، والناس ديت كلها هي اللي عملت الواحد بجد، لان كنت انا واحد منهم. بالظبط. انا كنت واحد منهم برضو، الدنيا مش احسن حاجه، بس كان عندي برضو اللي هو الحلم ان انا اوصله، والناس دي كلها هي اللي عملت الواحد بجد. الواحد لو يقدر بس يعمل يسعد الناس ديت باي حاجه بسيطه، مش هيديهم حقهم، عشان الناس دي فعلا هي البلد، الناس دي اصلا.